انا ليه، انا ازاي، انا امتى؟ ثلاث سراير ونص. نص ليه؟ هو في عيال معاكم؟ حضرتك انتوا عارفين السرير بكام؟ مش مهم، ما يهمناش ما يهمناش. يا عبدو، نمره 17 الافنديه. انا قلت لها هي، ما قلتلكش انت. احسن وقتي بقضيه في الرياضه، لان العقل السليم في الجسم السليم. على فكره هي لا بتحب ولا بتستلطفه. السلام عليكم.